منتخب اليد زي ما احنا عارفين على موعد مع انجاز كبير جدا، خلينا نقول باذن الله ربنا يوفقهم لما هيواجه المانيا في الربع النهائي في منافسات طوكيو. اكيد حلمنا كبير جدا وعندنا حلم ان هم يحققوا انجاز حصد ميداليه اولمبيه. خلينا نتكلم عن الدوافع او دوافع منتخباتنا او منتخبنا واستعداداته كمان، وفكره كمان الاداء في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله ازاي ممكن نعدي الماتش بكره اللي هيكون تقريبا 2 الظهر بتوقيت مصر، وفكرة برضو منتخب ألمانيا هو مش منتخب بسيط ولكن فريقنا برضو ما هوش منتخب بسيط. خلينا نرحب بكابتن سامح لبيب نجم الأهلي السابق في كرة اليد ونعرف التفاصيل والإجابات دي. صباح الفل. صباح الخير. أهلا بحضرتك. سعداء بوجود حضرتك معانا كابتن سامح. صباح الفل عليك، وهتلاقينا بنتكلم أنا ونهاوند مع حضرتك في الفقرة دي بمنتهى الحب والشغف، لأن أنتوا الحقيقة مشرفينا. يعني بنتكلم على منتخب مشرف بالمعنى الحرفي، مش مجرد تمثيله مشرف زي ما بيتقال على سبيل السخرية من بعض الفرق الأخرى، ولكن الحقيقة أدائهم مشرف، نتائجهم مشرفة، والكلام ده من قبل حتى مشاركتهم في أولمبياد طوكيو. وعايزين نعرف من حضرتك رؤيتك لمشاركة منتخب مصر في كرة اليد في هذه الدورة الأولمبية، وبعد كده هندخل معاك بقى في التفاصيل. هو هنتكلم إن إحنا أصلاً قبل الأولمبياد إحنا عندنا منتخب الناشئين ومنتخب الشباب تالت عالم وأول عالم، فإحنا دي سلسلة متتالية، ودي نتائج عمل الاتحادات، الاتحاد الموجود، اللجنة اللي موجودة والاتحاد اللي قبل كده. المنتخب بتاعنا دوت يعني ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي فاتت كلها عملها كويس وكان شكله كويس وفي تطور احنا شفناه في الاداء. يعني الناس اللي متابعه الناحيه الهجوميه بتاعتنا بقت متطوره، الناحيه الدفاعيه بقت احسن، عندنا المصري من احسن حائط صد في البطوله كلها، التصدي بتاعه في البلوك. ماتش المانيا طبعا ماتش ما هو سهل وماتش ما هو صعب، يعني فرقه المانيا احنا كخط خلفي احصائياتنا اعلى منهم، هم عندهم الخط الامامي، عندهم الوينج رايت بتاعهم طبعا من احسن وينج رايت في اوروبا، وينج ليفت نفس الكلام، عندهم لعيبه الدايره الاثنين تقال، لكن عندهم الخط الخلفي احنا احسن منهم. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله يعني نعدي الماتش ده باذن الله ونبقى عملنا انجاز محسوب للاتحاد ومحسوب للبلد ان شاء الله. احنا في تاريخ المواجهات بتاعتنا في الاولمبياد المانيا واجهناها كم مره؟ تقريبا 5 مرات اعتقد. المانيا 5 مرات. بالظبط. طيب لو اتكلمنا عن منتخب المانيا شويه، احنا هنرجع لمنتخبنا بصراحه، وهذا يعني برضو الاداء المتوقع، خلينا نقول مش هقول المشرف، هو متوقع، لان زي ما كريم قال في البدايه هو فعلا مشرفنا كان جدا حتى في مصر في بطوله العالم. فالمانيا حضرتك بتشوف برضو نقاط القوه والضعف في هذا الفريق، يعني احنا بنتكلم في الدنمارك كانت مباراه مش هقول صعبه للغايه، احنا برضو لعبنا بشكل مشرف جدا وشكل كويس جدا، لكن المانيا بقى لو هنتكلم عنها تحديدا ايه اللي بيختلف فيها، ايه اللي ممكن نقلق منه، ايه اللي هي بتمتاز فيه؟ خلينا نعرف من حضرتك. بص حضرتك، ماتش الدنمارك ده ماتش في المجموعه، فده ما يبقاش ماتش محسوب قوي، لا 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 الدنمارك نازله حاسباه قوي ولا احنا كنا نازلين عاملين حسابه قوي، لكن ماتش اللي هو الدور الثمانيه ده بالنسبه لنا خلاص اكون اخلاق يا جوه يا بره بالظبط. فطبعا احنا بنبقى نازلين بكل قوتنا وهم نفس الكلام. وطبعا دلوقتي احنا القصه السكاوتنج، دلوقتي الفرق بتعمل عليها سكاوتنج كويس، احنا بنعمل سكاوتنج على الفرق الثانيه. اداء الفتره اللي فاتت اداء المنتخب مهاريا اعلى، شكل اللعب الجماعي اعلى، اللعيبه واخده على بعض، الروح حلوه كمان، هو مش نازل خايف. لسه انا وكريم كنا بنقول ده في الانترو، الفريق نازل او المنتخب نازل مش خايف، هو بيلعب مش مهم الخصم بتاعي مين، بيلعب ومش مش عندنا دلوقتي 5-6 لعيبه محترفين، فده مقوي ومتقل الفرقه عندنا. احنا بقينا بنلعب على مستوى عالي، فتره الاعداد احنا عاملين بقالنا 3-4 اسابيع شغالين بره مع فرق اعلى، فده متقل المنتخب، وشكلنا في الفتره اللي فاتت باين ان المنتخب لا عنده ثقه في نفسه، الروح عاليه. ان شاء الله ان شاء الله ماتش بكره هيبقى لصالح مصر باذن الله ان شاء الله يا رب. هو عموما هل تصنيف المانيا اقل شويه مثلا من تصنيف الدنمارك والسويد مثلا؟ المانيا طبعا اقل، يعني أقل أنا في فرنسا، في دنمارك، في سويد، في اسبانيا. أوكي. المانيا اقل من دول، لان المانيا بتعمل لسه جيل جديد مش الجيل اللي فات، يعني عامله جيل جديد، بس احنا برضه ما نقدرش نبخس بفرقه المانيا، لا فرقه تقيله، بس عندهم موروث برضه حراس المرمى المميزين والاجسام القويه ما شاء الله. طبعا يعني عندهم ده ثابت معاهم كده. يوهانسن دوت، يوهانسن ماتش النرويج، يوهانسن ده عنده 39 سنه، لعب 12 دقيقه في ماتش النرويج، اتشاط عليه 9 كور، صد منهم 7،
ما شاء الله عدى بفرقه فده يعني ده خبره برضه ده ما هو عناصر الخبره دي وجودها في اي منتخب عموما يعني ما يقلش اهميه عن وجود الطاقات الشابه المتفجره. فالى اي درجه حضرتك شايف ان مدرب منتخب مصر نجح في عمل الميكس ده بين عناصر تتسم بالخبره وعندها الحنكه بتاعه المباريات الثقيله اللي بالشكل ده وفي نفس الوقت الشباب بطاقتهم بقى اللي حضرتك ادرى مني بيها؟ هو القصه دي بين توقيتات نزول احمد الاحمر. يعني احمد الاحمر المفروض اكتر واحد خبره في الفرقه. الناس كلها بتقول لك ان احمد الاحمر كبر وسنه، لا، احمد الاحمر بينزل الوقت اللي بينزل فيه بيصنع لك الفارق في المباراه. فدي بتحسب للمدرب ان هو امتى بينزله. يعني احمد الاحمر ما يقدرش يدي 60 دقيقه، لكن الوقت اللي بينزل فيه بيعمل لي الفارق في الفرقه دي طبعا. فده بتحسب للمدرب طبعا، ودي يعني حاجه ان هو يوفق بين ده بين الكبير وبين الصغير، دي حاجه طبعا بتحسب له. يعني طب لو هنتكلم شويه عن المدرب بتاعنا، يعني هو مدرب اسباني، وخلينا نعرف كده ايه اللي حضرتك شايفه من بدايته مع المنتخب قدر فعلا يوظف الطاقات او الاماكن صح، يعني يبرز المهارات بشكل افضل، لان احنا فعلا شفنا اداء حلو جدا في المباريات اللي فاتت، جد مصر كانت متالقه، فخلينا نعرف من حضرتك. احنا عندنا يحيى الدرع، وعندنا يحيى خالد، وعندنا دودو، عندنا 2-3 وسند، دول لعيبه محترفه، ممدوح هاشم. ان انت تيجي كمدرب تقدر تعمل التوليفه دي مع بعض وتدينا الشكل دوت في التكنيك بتاع الاداء واللعب الجماعي واللعيبه متفاهمه مع بعض، ده ما كانش موجود قبل كده في منتخب مصر. صحيح فده اللي علا. احنا نسبه تهديفنا عاليه 65%، دي نسبه عاليه في الاربع مباريات في الدور الاولاني. فدي حاجه بتحسب للمدرب طبعا. يعني ده هو كويس جدا فعلا. يعني اراء، لا عفوا، بس اراء كتير انا قريت عنه، يعني زي ريفيوز او كده، الناس كتير جدا مبسوطه فعلا المدرب الاسباني. لا هو شكل مختلف، شكل الفرقه، الناس اللي متابعه الهاندبول، لا شكل الفرقه هجوميا كمان، لا صح. احنا ما كناش كده. يعني شكل الفرقه ما فيش عشوائيه، لعب جماعي، ولعب جماعي الناس كلها فاهمه بعض، تحركات اللعيبه كلها بانسيابيه، يعني اللعيبه كلها ما فيش تعقيدات في اللعب. حضرتك اكتر من مره يعني اشرت لفكره ان احنا عشان عندنا 5 لعيبه محترفين، فده الى اي درجه متقل الفريق ومديهم ثقه ومدي اكيد لزملائهم كمان ثقه. فكره الاحتراف، يعني امبارح كان منورنا في البرنامج كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي السابق، طبعا كان الكلام في اطار مختلف حبتين، كان الكلام عن كره القدم، بس المبدا اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه واحد، فكره ان الاحتراف مفيد للاجيال الجديده في الرياضات المختلفه، الى اي درجه الكلام ده شايف حضرتك ان هو كلام مظبوط، والى اي درجه شايف ان من الصح ان الاجيال الجديده في كره اليد يعني نسعى لاحترافهم في الخارج اكتر من نسعى لبقائهم في الدوري المصري، ولا الدنيا تمشي ازاي؟ يعني انا متعمد اتقل على حته ان 5 لعيبه محترفين صنعوا الفارق معانا، لان اللعيب لما يطلع بره اعاشته نفسه في الهاندبول مختلف عن هنا خالص. يعني لعيب هاندبول بس، مفيش حاجه تانية، لا شاغل بقى دماغه ولا جامعه فين ولا هيعمل ايه ولا مشاكل ولا اي حاجه، هو هاندبول بس. فانا يعني متعمد ان انا اقول الكلام ده عشان لو في اي فرصه للعيب حتى لو لعيب صغير نسيبه يطلع. طب وليه ما يبقاش النظام ده موجود عندنا احنا كمان؟ ليه ما يكونش عندنا لما يكون في لاعب محترف وتقيل وهيفيد البلد ما نخليه يتفرغ للرياضه دي ونشوف يعني ايه المطلوب له ويتعمل دراسيا او مهنيا؟ بالظبط، يعني مش بس حتى ده، يعني في كل الرياضات احنا دايما اتكلمنا عن الشق ده، لو حضرتك تتفق معانا كابتن سامح. صحيح. ان الرياضيين نفسهم بيتكلموا والابطال بيتكلموا ان انا عايز يعني يكون في تسهيلات اكتر من ناحيه الدراسه والامتحانات والكلام ده كله، لان انا عايز اركز في التمرين وفي البطوله اللي انا داخلها، وبيبقى في اوقات تعارض مع الدراسه او غيره، فدي لسه ما اتحلتش بشكل كبير. هي دي المشكله عندنا. يعني احنا يعني واتكلمنا اتناقشنا في القصه دي قبل كده كتير، بس برضه ما لهاش حل. انا عايز مش هروح بعيد، انا مش هروح في اوروبا، انا هروح لتونس. تونس اللعيبه هناك، اللعيب الرياضي التعليم بتاعه متظبط على بطولاته، يعني انت بطولاتك في التاريخ كذا يبقى امتحاناتك في تاريخ كذا، بطولاتك في تاريخ معين دراستك هتبقى في تاريخ كذا. طالما في تونس يبقى العمليه مش بعيده، هي مش بعيده، احنا كمان هي عايزه الخطوه بس. هي الخطوه دي اللي معطلها ايه؟ التمويل مثلا؟ لا، التنسيق بيتهيألي، التنسيق مع الرياضه مع التعليم. هو التنسيق ده معجزه صعبه تنفيذها يعني للدرجه دي؟ احنا بقالنا سنين بنتكلم يعني عشان لاعب متميز يحصل على المميزات دي بيسعى للاحتراف بره مصر، طب ايه المانع ان الكلام ده يكون موجود عندنا احنا كمان؟ ما هي قصه يعني انا اسف بقطع حضرتك بس عشان اوصل لك وجهه النظر بشكل اوضح كمان. يمكن في رياضات ثانيه زي كمال الاجسام مثلا، واحنا يعني حضرنا الكلام ده انا وهوند قبل كده من خلال اكتر من ضيف نورونا في البرنامج، انت عندك ابطال عالم جثث مش طبيعيه، يعني ابطال بمعنى الحرفي،
وفي يعني في بعض الاحيان بتلاقي ان البطل منهم عنده صعوبه في ان هو يوجد الميزانيه كافيه لاكل وشرب وبيلجا للاتحاد ويستغيث بالرعاه. احنا ليه عندنا الدروب ده؟ عشان احنا ما عندناش، احنا عندنا الهدف كله الناس كلها متجهه ناحيه الكوره، مع ان احنا لو احنا ركزنا في الالعاب الفرديه او لعبه مثلا جماعيه زي الـ زي الـ زي اليد وخدت تموين كفايه والناس اهتمت بيها، لا هتبقى في حته ثانيه. ما احنا هنبص اللعيب اللي هو اللي كان عندنا بتاع رافع العسقلي اللي هو في قطر ده دلوقتي اللي فاز بالميداليه الذهبيه، هي نفس القصه. طب ليه احنا ما نهتمش بيه؟ وكان عندنا كرم جابر قبل كده برضه ما اهتمناش. الناس تركز، يعني ايه المشكله لما حد يبقى راعي؟ انا راعي فلان افضل وراه لغايه لما يبقى بطل. احنا عندنا هنبقى ابطال. في لعيب في الاردن طالع واخد ميداليه برونزيه، احنا عندنا الكم البشري وعندنا كم اللعيبه وعندنا كم الامكانيات اللي نقدر نطلع بيها للكلام ده. هي الالعاب الفرديه يعني متفق مع حضرتك كابتن سامح مش واخده حقها من الرعايه بشكل يعني متناسب مع الالعاب الجماعيه، ولكن مؤخرا وبشكل لسه طبعا بنرجو ان هو يتحسن افضل، ابتدى دلوقتي في بعض الرعاه للالعاب الفرديه والابطال اللي هي بيلعبوا العاب فرديه سواء في البينج بونج او في السكواش او في الحاجات اللي زي كده شو يعني، بس لسه النسبه لسه طبعا محتاجين اكتر من كده. اتفق مع حضرتك، هي محتاجين بس ان الاتجاهات تبقى، يعني انا مثلا الاقي شركه معينه، الشركه دي مسؤوله عن الهاندبول زي زمان ايام الدكتور حسن مصطفى كان عامل كده. يعني الدكتور حسن مصطفى كان جايب شركات راعيه للهاندبول بس، ما كانش لا محتاجه فلوس من الدوله ولا هي، مجرد بس ان الشركه مسؤوله عن الهاندبول لبسها وسفرها واعدادها وكل حاجه. عشان كده احنا وصلنا لرابع عالم. طب ما احنا بحكم ان احنا بقينا رابع عالم، هل ده معناه بالتبعيه ان الوضع على صعيد الهاندبول اتحسن في مصر فيما يتعلق مساله الرعايه، مساله التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه؟ احنا بنتكلم على منتخب مشرف، خلاص احنا وصلنا للعالميه بالمعنى الحرفي، مش صيغه مبالغه يعني. هل ده حسن الاوضاع شويه في عالم كره اليد المصريه؟ بص يا حضرتك، ايه هي، احنا بنتكلم على شخص يعني الدكتور حسن مصطفى. احنا عايزين نتكلم على سيستم بقى، يعني سيستم اتحاد. ما يبقاش عشان الشخص ده موجود يبقى الرعاه موجوده والشركات موجوده، لا، يبقى الاتحاد كله يبقى عامل سيستم. فلان موجود ماشي، فلان يعني اللي بعده ده لسه مش موجود لغايه دلوقتي، مرتبط بشخص، مرتبط بشخص خلاص وخلص. الفتره اللي فاتت دي كلها كانت فيها مشاكل، ابتدى شويه تتحسن الفتره لما جه بالظبط مؤخرا ابتدى يتحسن بشكل كبير. الاتحاد اللي قبله واللجنه اللي موجوده دي ابتدوا يظبطوا شويه، عشان كده ابتدينا نوصل شويه وابتدى مستوانا يعلى. لو فضلنا زودنا كمان العمليه دي شويه، لا هنبقى في حته ثانيه في كره اليد وفي كل الالعاب مش في كره اليد بس. هي واحدة واحدة إن شاء الله ده هيحصل، لأن إحنا شفنا تغيير، بس هي دايماً لازم القرار بيجي من فوق. يعني لما سيادة الرئيس تحدث عن أهمية الرياضة ودعم الرياضيين والألعاب الفردية شفنا طفرة تانية، فواحدة واحدة أعتقد إحنا ممكن نوصل لده، لأن على أرض الواقع إحنا عندنا أبطال، يعني زي ما تقول عندنا البوتنشال، عندنا الكوادر، بينقصنا بس دعمها بشكل يعني نقدر نقول المتاح أو اللي هم بيرجوه. فإحنا ماشيين في الطريق ده، أنا بتمنى بالظبط يعني دي حقيقة لازم تقام بصراحة. يعني إحنا ماشيين في الطريق فعلا. نزود شويه ونهتم شويه بس، يعني احنا ابتدينا بس نهتم شويه. انا بتفق مع حضرتك، وعلى كل حال بس يعني قبل ما نختم، لان في كلمه لازم تتقال برضو، احنا وانا وكريم اتكلمنا على النقطه دي تحديدا لما ذكرنا ابطالنا في الاولمبياد، لما كان البعض بيتكلم ان هم ما جابولناش ميداليات، هم ما حققوش المرجو، لا معلش برضو انت بتتكلم في شخص يعني بينافس دول ثانيه زي ما حضرتك ذكرت، هي ما عندهاش غير الرياضه، يعني هم ممكن يكونوا ما بيدرسوش، هم بيمارسوا رياضه فقط، ففي فرق، في فرق. لكن انت كنموذج مصري لا، انت عندك الروح والتفاني، وزي ما كريم ذكر المثال اللي هو ممكن ما يكونش عندي امكانيات ماديه، بس انا بسعى، بس انا بحاول، بس انا بخلق الفرصه. فالروح دي المصريه الموجوده بتهيألي بتفرق برضو، ما اعتقدش ان هي موجوده في اي حته تانية. انا يعني ده كلام عن يعني من القلب والله العظيم، انا بقول احنا شفناه. هي طبعا زي ما قلت حضرتك الكلام ده بيفرق، بس يعني عايز الناس بس تفهم ان الناس اللي مسافره دي طالما انا وصلت اولمبياد بالظبط يبقى انا عملت انجاز. هو ده. بقينا انا عندي فتره 5 6 شهور بتاعت الكورونا، احنا هنا كنا واقفين مش شغالين، هم بره كانوا شغالين. والاولمبياد دي مش انا مش لاعب بطوله افريقيا بحضر لها في 2 3 شهور، الاولمبياد دي الناس بتعدلها في 3 4 سنين. معلش مين اللي كان شغال؟ اي الدو الناس اللي بره كلها، لا كله كان عنده الكورونا واقف بالشكل بس. لكن انا عندي بسين بمرن فيه، بتمرن رفع اثقال حته بحط في حته بتمرن، ناس بتمونها وناس عامله لهم الامكانيات مع الاجراءات الاحترازيه. فالناس كانت شغاله، احنا لا احنا كنا واقفين. واللعيبه بتاعتنا مثال مثلا السباحه، اللعيبه بتاعتنا كانت في امريكا، الناس كلها الرئيس مشكورا جاب اللعيبه كلها بتاعت امريكا جابها هنا في مصر، فاللعيبه ما بتتمرنش.
مالهم بقالهم اربع خمس شهور ما بيتمرنوش، فما تجيش الناس تضغط على اللعيبه، اللعيبه دي قبل كده كانت عامله ميداليات في الاولمبيات اللي فاتت. ما فيش حد بيوصل كمان للاولمبيات زي ما حضرتك قلت الا لما بيعدي على مراحل كتيره جدا وبطولات كتيره جدا وميداليات كتيره جدا. الناس ازيد من ازيد بس من ما هو برضه حضرتك حط نفسك بقى مكان، يعني انت بتتكلم بلسان الرياضي اللي محطوط تحت ضغط واللي كان عنده نواقص مثلا طول الفتره اللي فاتت نتيجه كورونا وانعكاساتها وتبعاتها. طب من وجهه نظر بقى المشاهدين الجماهير العريضه للرياضه المصريه بكل اشكالها اللي عارفين ان دي البعثه هي الاكبر في تاريخ المشاركات المصريه في اي دورات اولمبيه، فاحنا طبعا تاكيدا لكلام حضرتك مجرد الوصول لدوره اولمبيه ده انجاز، بس احنا متعشمين فيما هو ابعد من كده، وخصوصا ان احنا عندنا الخامات الطيبه اللي تسمح بده. يعني ما ينفعش النهارده واحنا في بدايه اليوم، انا مش عارف النهارده اليوم التاسع ولا كام البطوله، وكل الاخبار المتواتره والمتداوله هي خروج المنتخب المصري، خروج الفريق المصري، خروج اللاعب المصري، خروج اللاعب المصري، هو احنا بعتين الناس دول عشان نخرجهم؟ يعني المشكله فين؟ يعني تعال نتكلم بقى عن المشاركه الاولمبيه بشكل عام بعيدا بقى عن كره اليد. في اخفاق حاصل ما ينكروش غير اي شخص جاحد الحقيقه. ليه حاصل من وجهه نظر حضرتك وانت راجل برضو ليك تاريخ مع الرياضه المصريه؟ انا من وجهه نظري ان انت قبل ما تطلع البعثه لازم تفهم الناس انا طالع انا عملت ايه للبعثه دي عشان تطلع تجيب ميداليه. احنا عملنا الكلام ده قبل كده وجبنا ميداليات. ليه؟ لان اللعيبه كانت بتتمرن واللعيبه كانت طالعه معسكرات واللعيبه كانت متوفر لها كل الامكانيات. البعثه دي طالعه، هل البعثه دي طالعه متوفر لها كل الامكانيات ولا انت مطلع البعثه ماديا بس؟ لا، اعدادها كان عامل ازاي؟ يعني اعداد البعثه دي اللعيبه دي كانت طالعه عامله ازاي؟ يعني انا اللي عارفه في، يعني هكلمك على كره اليد، الفرقه معده كويس ومتجهزه كويس ومتظبطه عشان دي لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. يعني ممكن انا اللعيبه اقول لهم انتوا هتعمل كذا وهتعمل كذا هتعمل كذا، لو انا في فتره توقف هيقدر يشتغل الكلام ده لوحده ماشي. لكن انت العاب فرديه زي السباحه مثلا، السباحه انت عايز تعوم، رفع الاثقال عايز تروح حته تتمرن فيها، هل انت عديت البعثه دي وفرت لها كل الامكانيات عشان تطلع يعني تطلب منها ميداليات ولا ما وفرتش؟ احنا مش بكمل بعثه، بكمل الاعداد اللي اتعمل لها. طب ما هو ده هياخدنا لسؤال تاني، مقارنه طوكيو اولمبياد طوكيو بريو والفرق. احنا في ريو حصلنا على ثلاثه برونزيه، ثلاث ميداليات، احنا دلوقتي لحد دلوقتي اثنين، لسه ان شاء الله ان احنا نعدي. فما هو برضو الموضوع مش بعيد عن بعضه قوي. ريو الناس كانت معده كويسه، انا اعرف ان في لعيبه كانت بتقعد خمس ست شهور بره بتيجي على البطوله. فكان معمول لها فتره اعداد كويس. احنا الخامات بتاعتنا لو اشتغلنا عليها صح واديناها الامكانيات هتعمل لنا ميداليات وهتجيب لنا نتائج كويسه، لان احنا عندنا بس نديها فتره الاعداد الكويسه. يعني احنا ممكن نبقى بنطلع لعيبه من فرق مختلفه غير معدين اعداد كافي عشان يمثلوا مصر في محافل دوليه، لو المشكله دي قائمه ده يبقى الموضوع تاني خالص، ده عايز لها حلقه لوحدها نقعد نتكلم فيها. ما انا دي وجهه نظري، يعني دي وجهه نظري ان انت وديت الناس دي، هل الناس دي انا ما اعرفش برامجها ايه، ما اعرفش اتعمل لها ايه، ما اعرفش. فانا بتكلم ان انت رحت قبل كده ريو عملت ميداليات، طب انت المره دي ما عملتش ليه؟ مع ان الامكانيات هي هي والناس هي هي والاشخاص هم ماشي. يبقى انا ما عدتش الناس دي كويس، ده وجهه نظري، ما عدتش الناس دي كويس عشان تروح. بس هو فرق ميداليه واحده وان شاء الله نعديها. يعني لسه انا ما اعرفش، انا متفائله يعني. وزي ما كنت بقول هقول تاني، احنا عندنا النماذج المحترمه جدا والروح المختلفه عن اي حد تاني، فان شاء الله يتوفقوا. لكن برضو هرجع واقول في فرق بين الرياضي مثلا في بلد ما ورياضي في بلد اوروبيه ما عندهمش غير، او امريكيه واتيفر ما عندهمش غير التركيز على الرياضه. هي دي يمكن النقطه ما بيننا، الاهتمام، الدعم المادي، الكلام ده كله في فرق. انا بشوف ان شاء الله احنا ماشيين في خطوات سليمه، لو استمرينا كده احنا ممكن فعلا بعد كده نبقى افضل بكتير من الناس دي. يعني الاولمبيات اللي جايه واللي بعدها لو بجد الوضع اختلف هتلاقينا في حته تانية خالص، لان الرياضي المصري انا بشوفه بيختلف بصراحه. الواحد يصعب عليه طبعا ان حد يخرج وكلنا لا مش مجرد يخرج، لما يعني لما تسمعي نهاوند ان في مثلا سباحه استراليه، سباحه واحده شاركت في سباقات مختلفه، السباحه دي لوحدها خدت سبع ميداليات منوعه ما بين ذهب وبرونز. بص بقى على التاريخ بتاعها يا كريمه، هي بص على انت عندك بعثه فيها 123 ما هي السباحه دي من ساعه ما ابتدت لحد دلوقتي فاهم، حصلت على رعايه ازاي وباك جراوند ازاي بتختلف. هي طبعا هي دي اهم حاجه في الرياضه. يعني انا هختم مع حضراتكم بحاجه. سمر حمزه بطله بجد، يعني رغم ان هي خرجت ولكن انا قريت عنها حاجات جميله اتكتبت. قال لك كان مش فاكره مين بالظبط التايتل بتاعه، حد مش مصري اصلا كان بيتكلم عنها بيقول ان هي مش بس
بس تقدر تنافس في سيدات ده، ممكن تنافس مع الرجال يعني. وحتى بعد خروجها قد ايه برضو سمر حمزه بطله مصريه كانت منورانا في 10 الصبح هنا. عندك يمكن بيبقى في عدم توفيق غيره، بس عندك الكوادر، فهي دي ربنا يوفقهم على كل حال. ربنا يكرمك ان شاء الله، ونورتنا يا كابتن سامح بجد، وربنا يوفق المنتخب المصري او الاولمبي في كره اليد. متفائلين خير ان شاء الله، ونكسب المانيا بكره باذن الله. باذن الله يا مسهل. فاصل سريع. سعداء بوجود حضرتك معانا، نورتنا. هنطلع فاصل فعلا ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا وفقراتنا. اتفضل.